بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النقيب أيمن الفدعوس من الفرقة الرابعة اللواء 138 الكتيب 349. أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وذلك للأسباب التالية: أولا، القصف العشوائي على مدينة حمص وتدمير المنازل والمساجد بالكامل، اغتصاب النساء وقتل المتظاهرين السلميين، وهذه هويتي. وأعلن انضمامي إلى الجيش السوري الحر، الجيش الذي يحمي المتظاهرين السلميين، الجيش الذي يحمي الوطن، وعاشت سوريا حرة أبية. الله محيي الجيش الحر، 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 الله محيي الجيش الحر.